الصندوق الوطني للتقاعد راه انشا يتسمى الاخر انشا مصلحه تاع المساعده الاجتماعيه في البيت. الجهاز هذا انشئ سنه 2003 على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد باش نقدموا لهم الخدمات، رانا نقدموا لهم في الخدمات ونزورهم في البيوت تاعهم ونرافقوهم في حاله اذا كان ما عندهم احتياج، ولا نقدموا لهم ونرافقوهم امام المصالح المختصه والصناديق المختصه. ارتكز المهام الاساسيه لخليه المساعده الاجتماعيه في البيت على القيام بزياره منزليه لتفقد اوضاع المتقاعدين، وكذا مرافقتهم بمختلف الاجراءات على مستوى مختلف المصالح والهيئات العموميه للضمان الاجتماعي للاستفاده من مختلف التجهيزات واللوازم الطبيه التي هم في حاجه لها دون عن التنقل.